هذه الفقرة ومن قلب معرض صنع بيدي رح نسلط الضوء على بعض النماذج المتميزة من بناتنا واللي قدروا فعلا أنهم يلفتوا الأنظار من خلال مشاريعهم الخاصة. بداية رح نبدأ مع مها الجهني ومشروع الشموع. أهلا وسهلا فيك مها، منورتنا. وبداية لو تعطينا فكرة عن اهتمامك بفكرة المشاريع وتأثير الجامعة أو تأثير العائلة. أول حاجة أنا السلام عليكم، أنا مها الجهني. مشروعي كان ديل لايف، إحنا نعمل الشموع نقوم بصناعتها من الصفر، ونحنا ما واجهت صراحة صعوبات من ناحية أهلي، وبالعكس الحمد لله لقيت الدعم من الجامعة ولقيت الدعم من أهلي كمان. هل كانت فكرة اهتمامك بالمشاريع معك من البداية ولا اتحمستي أكثر مع فكرة معرض صنع بيدي؟ لا، اتحمست اكثر من تشجيعهم لي، وعشان انا ما كنت في البدايه مفكر اني انا اعمل مشروع، بس قالوا لنا راح ندعمكم ونعمل لكم تسويق وزي كذا ودورات برامج تدريبيه، والحمد لله انجزتها وتم ترشيحي وطلعت انا في المعرض مشارك. ما شاء الله تبارك. 150 طالبه. ما شاء الله تبارك الله. طب كلمينا عن مشاركتك هذا العام من خلال مشروعك في معرض صنع بيدي. أنا أعمل الشموع أصنعها من الصفر، يعني إحنا نستخدم منتجات صديقة للبيئة، يعني الشمع أنا عندي سي 3 أستخدمه طبيعي، وأضيف عليه الزيوت العطرية والألوان الطبيعية. أنا عندي الشموع تكون أكثر يعني تطوير ومميزة، وما هي تقليدية، يعني تكون أشياء مثل الماكرون مثل الكوب كيك، يعني أعملها نفس الوقت. الشيء اللي يميزها انه اذا ذابت الشمعه نفس الزيت الموجود في الشمعه تتعمل كريم لليد او زيت مساج. طيب وايش اهم المنتجات يعني اللي موجوده عندك ولاقت اعجاب الزوار بشكل كبير جدا؟ انا عندي اللي عجبهم اكثر شيء اللي هي الكوب كيك، اعملها كذا في هذا الشكل. هذه شمعه؟ جمع بس اكثر التعليقات انهم ودهم ياكلونها، بس طبعا اي والله غير صالح للاكل. مشاهير كمان احنا عندنا قطع، عملت منتج يمثل جامعتي اللي هو كتبت عليه شمعه كي اي يو كينج عبد العزيز انيفرسري، عملتها بشمع الصويا كب كيك. ما شاء الله تبارك الله. كمان عندنا قطع الفواحات اللي هي مستنبطه من الماكرون وقطع الشوكليت في الفواحة، كلها طبيعية ما شاء الله. كمان عملت قطع الفواحات على أسماء اللي هي اسم الجامعة حروف. ما شاء الله أبدعتي يا مها. وأعمل الأسماء كلها بطريقة شموع، بتعمل الشمعة هذه فكرتها أنها تكون فوق الفواحة، وبدل ما يكون زيت عطري يلوث البيئة فهو مع الشمع ما يلوث البيئة، يكون هو صديق للبيئة. الله عليك. طب علمينا يعني مها كيف بتتم عملية صناعة هذه الشموع، يعني المراحل اللي بتمر فيها. هي في البداية أنا كنت أحس إنها صعبة، بس لما أنا عملت دراسة الجدوى للمشروع مرة حسيت إنها حلوة وممتعة. أنا أشتري الشمع اللي هو الخام وأذوبه، بعد كذا أضيف عليه الزيوت العطرية وأضيف عليه الألوان الطبيعية، طبعا حتى الزيوت العطرية تكون طبيعية ونوع معين من الشمع اللي هو السيسي. جميل. طب هل فكرت يعني وبداية وانطلاقتك من معرض صنع بيدي أن هذا المشروع ممكن يكبر أكثر وأكثر، تكون لك أفرع كثيرة توصل لجميع مناطق المملكة وأيضا الخليج؟ أطمح أن يكون عندي اسم تجاري بإذن الله قريب، وراح أعمل محل صغير راح يكون بإذن الله فاتحة من المعرض من هنا، بداية الطريق إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أنت مبدعة يا مها، ونحن نتمنى لك كل التوفيق، يعطيك ألف عافية، وشكرا لك على تواجدك معنا اليوم.
مشاهدينا من أيضا الشموع إلى فكرة كهرمان وتصنيع الصابون، واحدة من المشاريع المتميزة واللي كانت متواجدة أيضا في معرض صنع بيدي وجذبت اهتمام الزوار لتولين شيخ. أهلا وسهلا فيك تولين ومنورتنا في ساعة شباب. بداية صراحة أنا حبيت الاسم كثير، بس أحتاج أول أعرف فكرة كهرمان والمجال اللي شاركت فيه. طيب شكرا لك يا لمياء. فكرة كهرمان هي انه احنا بنصنع منتجات طبيعية، صابون طبيعية خالية من المواد الكيميائية والمواد الحافظة، تناسب كل البشرات كل الأعمار، وتنفع للوجه وتنفع للجسم. ما شاء الله تبارك الله، يعني مواد طبيعية 100% نقدر نقول. طب ليش سميتيها كهرمان؟ أيوة، يعني هي صابون، ليش سميتيه كهرمان؟ ايوه، هو دائما الناس بتسمع الكهرمان انه هو حجر كريم، بس هو في الاصل هو حجر طبيعي، لكنه عشان ثمين بيسموه معدن اصيل. نفس الشيء احنا عندنا منتجات من الكهرمان كلها طبيعيه، كلها من اصل الطبيعه، بتتكون من مكونات طبيعيه وعضويه، فهذا هو المرجع والرابط بين الاسم والمنتجات. جميل جدا. طب نبغى نعرف يعني ايش اللي يميز هذا النوع من الصابون؟ ذكرتي انه منتجات طبيعيه ما تسبب اي حساسيه للبشره والوجه والجسم، ولكن هل يوجد ايضا منتجات ثانيه عندك في المشروع ولا بس صابون؟ الصابون نفسها احنا عندنا انواع مره كثير. الصابون كل المكونات الاساسيه اللي فيه تعتمد على زيوت وزبدات طبيعيه، فترطيبه جدا عالي، وبرضه بيعتمد على مكونات ثانية زي الشوفان، الفحم، ملح البحر، كركم، مرة، هذه كلها تفيد البشرة. وعندنا أشكال مختلفة كمان للصابون، بنعتمد على ديزاينات مختلفة، ألوان مميزة، في نفس الوقت كمان روائح جذابة، هذه تجذب الناس إن هم يستخدموها أو يهتموا ببشرة. طب كيف يعني مثلا تولين وصلت لتركيبة هذه المنتجات؟ حتى يعني شكلها برضه بنعتمد فيه. طب كيف قدرتي انك توصلي لتركيبة هذه المنتجات؟ يعني كيف قدرتي تكتشفي اسرارها عشان تنافسي السوق؟ احنا بدأنا صراحة صناعة المنتجات في هواية، صناعة الصابون في عام 2017، وبدأنا عن طريق قراءة وتعلمنا من تجارب غيرنا. فالاسرار المهنة نتعلمها مع كثرة التجارب، كل ما نغلط كل ما نتعلم حاجة جديدة إلى ما وصلنا لوصفاتنا الخاصة. وطبعاً أي منتج قبل لا نعتمده للبيع بنجربه على نفسنا. قبل لا أصلاً يصير بزنس كنا بنعمله لنفسنا، لأهلنا، لأصحابنا، وبعدها اللي قررنا نعمله بزنس وأطلقناه في سنة 2019. ما شاء الله تبارك الله. طب ايش الخطوات مثلا اللي بتصير في صناعة هذه المواد لحد ما توصل للشكل النهائي؟ ليش سألتك ذا السؤال؟ اللي لاحظت في الفترة الأخيرة كثير من البنات صاروا مهتمين بصناعة الصابون وصاروا يصنعونها في البيوت وبيستخدموا الخامات الطبيعية والمنتجات الطبيعية وبيسووا منها ما شاء الله تبارك الله أشكال وألوان. صحيح فعلا. احنا اول خطوه نعملها هي عمليه حسابيه نحسب فيها نسبه كل المواد اللي بنستخدمها، بعدها نبدا نشكل الصابون. في طرق مختلفه، احنا الطريقه اللي بنعتمدها اسمها الطريقه البارده اللي هي الكولد بروسيس، نعمل فيها الصابون بنحطه على قوالب، بعدها لما يجف بنقطعه، بعدها في مرحله اسمها الكيورينج المعالجه، الصابون بياخد فيها 6 أسابيع عشان يكون جاهز للاستخدام. بعد هذه المرحلة لما تعديها نبدأ وقتها خلاص نبدأ نغلف الصابون نبيعه للعملاء. ما شاء الله. طب يعني فكرة التغليف، التسويق، عرض منتجاتك، أيضا طريقة الطلب، أنا تحمست أطلب من عندك يا تولين، كيف تتم؟ خصوصا أن هذه المنتجات يعني ما تسبب أي حساسية، ونحن دائما ندور على الأشياء الطبيعية. إحنا أول ما بدأنا كنا يعني بنجرب اشياء مره كثير لما اعتمدنا ان التغليف يكون صديق للبيئه، التغليف كله ورقي، حتى خامه الستيكر اللي بنستخدمها بنحاول قد ما نقدر تكون صديقه للبيئه وقابله للتحلل. والتسويق بنعتمد في حساباتنا على السوشيال ميديا انها تكون اكتف، بنشارك الناس طريقه صناعه الصابون، بنشوف هم ايش يحبوا، بنسمع لارائهم كمان في نفس الوقت. وللطلب بنعتمد اكثر شيء على الاونلاين الى الان، بس طبعا اكيد نسمح انه نفتح اول فرع لينا، نخلي الناس تشاركنا تجربتنا.
إن شاء الله بإذن الله، ليش لا، يعني من فرع واحد إلى مجموعة أفرع في مختلف المناطق. طب بما أنك ذكرتي آراء الناس، فتقدري تقولي لنا يعني إيش أغلب الآراء اللي وصلتك من الناس في معرض صنع بيدي هذه المرة؟ الحمد لله آراء الناس شيء جدا مفرح الجلد، أغلبهم مهتمين بالفكرة، بيدعموا الحاجات الطبيعية اللي بتصنع يدوية، وبالذات إنها منتجات محلية، فبيدعموها وبيشجعوها، وإحنا الحمد لله عندنا عملاء لويال كاستمرز لينا لهم أكثر من سنة من وقت ما بدأنا إلى الآن بيشتروا مننا وما بيستغنوا عن المنتجات. ما شاء الله تبارك الله، نحن نتمنى لك كل التوفيق تولين في المعرض، وان شاء الله باذن الله راح نطلب منك قريب ونزوركم ايضا في معرض صنع الله بيدي، يسلمك يا رب، شكرا، ويعطيكم العافيه. تنورونا. حبيبتي نورك، شكرا لك. مشاهدينا مكملين معاكم، فاصل قصير وراجعين. في كل مرة بتكون تجربة معرض صنع بيدي الذي تقيمه جامعة الملك عبد العزيز مثيرة للاهتمام في دعم الفتيات للتقدم نحو تأسيس مشاريعهم الخاصة. ما الجديد في هذه النسخة لهذا العام؟ الإجابات من ضيفتي الدكتورة أروى عرب مديرة معرض صنع بيدي. بداية يعني صراحة نحن نحييكم على استمرار هذا المعرض، ويمكن من المهم دكتورة أروى أن نعرف أكثر عن النسخة الجديدة هذا العام. الله يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة. طبعا نحن هذا العام نقيم المعرض العام 15، مستثمرين هذا السنة بهذا الإنجاز الحمد لله. طبعا احنا في سنه بيكون في اضافه زي ما تفضلتي حضرتك، اضافه تطويريه بناء على الفيدباكس والملاحظات اللي بتجينا من الدراسات التطويريه ومن راي المستفيدين سواء كانوا طلاب او محكمين او حتى زوار. كل سنه بيكون عندنا ثيم معين، السنه هذه الثيم عن التنميه المستدامه وسباق الكليات عن الفخور بجامعتي واظهار ولائهم وانتمائهم للجامعه من خلال المنتجات، سواء كانت مشاريع تطبيقات او كان منتجات حرفيه بحسب اختلاف التخصصات في الكليات. ما شاء الله تبارك الله. طب دكتوره اروى، يعني لو تكلمنا بلغه الارقام، كم مشروع شارك في معرض صنع بيدي لهذا العام، وايضا كم بنت كانت متواجده في هذا المعرض، وايش اهم المجالات اللي ابدعوا فيها الفتيات؟ تمام، احنا كل عام يتم فتح استقبال الطلبات للمشاركه في المعرض. كل عام يجينا اكثر من 500 طالبه، يتم خلال الرحله فرز المنتجات نوصل ل 100 طالبه، يعني في المشاركين الان في المعرض 100 طالبه. طبعا بيعدوا في رحله من اول شيء التقديم، وبعدين نبدا نختار افضل 100 مشروع، وبعدين الطالبات اللي اخترناهم يدخلوا في برنامج تأهيلي، ورش عمل، تطبيقات، ورش عمل تفاعلية، في التسعير، الباكجينج، التعامل مع الجمهور، وغيرها من الورش التدريبية. وبعدين نعمل على تطوير لجنة تطوير المشاريع، يعني مثلا الطالبة يكون عندها منتج معين يحتاج لباكجينج أفضل أو تغليف أفضل أو الألوان غير متناسقة أو جودة المنتجات اللي تستخدمها تحتاج تكون أفضل، فنهتم جدا بالكواليتي والجودة لمنتج الطالبة في لجنة تطوير المشاريع. وفي المرحلة الأخيرة هي مرحلة عرض المنتج في المعرض. طبعا من الأشياء المميزة هذا العام موافقة معالي رئيس الجامعة الملك عبد العزيز البروفيسور أستاذ الدكتور عبد الرحمن اليوبي على رخصة المشاريع الصغيرة، الرخصة المهارية للمشاريع الصغيرة لمركز صنع بيدي، فالطالبة بختام هذه الرحلة تحصل على رخصة مهارية من صنع بيدي على يعني تجاوزها كل هذه المراحل، التقديم واجتيازها على الورش التدريبية واجتيازها في لجنة التطوير وفي الختام في المعرض. جميل جدا، وغير حصولهم على هذه الرخص المهارية، عادة المعرض بيوفر فرصة الاحتكاك التجاري، فإيش أكثر المهارات أيضا اللي ممكن يكتسبوها البنات من هذا الاحتكاك؟ طبعا الطالبات أولا الاحتكاك ببعضهم وبالمشاريع المختلفة، وتشوف هي كيف ممكن تطور مشروعها من ممكن اندماجها مع زميلتها اللي بتقدم مشروع مشابه، هذا اول خطوه.
الخطوه الثانيه طبعا التعامل مع الجمهور، التسعير، التفاوض، حل المشكلات، حل الازمات لو واجهت ازمه معينه. ف يعني يعني احنا بنركز في الدرس المهاري على تفعيل المهارات الناعمه. يعني احنا الهدف من هذا كله هو استثمار راس المال البشري واستثمار القدرات المهاريه عند الطالبات. في النهايه مو بس احنا نبغاها تعرض منتج وتكسب منه، احنا نبغاها كمان تتميز في في بيع هذا المنتج، جوده المنتج، التعامل مع الجمهور، لانه هذه نقطه جدا مهمه في التسويق وترويج لمنتجها. غير كذا عشان مستقبلا ايضا ممكن تنافس سوق العمل وتكون مستعده لهذه المنافسه القويه. طيب ايش اهم النتائج والاهداف اللي بتحاولوا في كل مره الخروج فيها من هذا المعرض؟ طبعا احنا يعني يهمنا ان الطالبه تخرج من المعرض مؤهله من جميع الجوانب، يعني منتج بجوده عاليه، احترافيه ومهنيه في التسويق لهذا المنتج وبيعه. وبالتالي يهمنا اي جهه او اي من رجال الاعمال او سيدات الاعمال يعني مؤهله من جميع الجوانب، لان هي تمثل الجامعه، فيهمنا ان هي تكون تعمل بمهنية واحترافية. وبيزورنا في المعرض عدة قطاعات ذات صلة، يعني منشآت، بنك التنمية، غيرها من القطاعات الأخرى اللي بتستقطب الطالبات. عندنا مركز ريادة الأعمال في الجامعة، هي يعني تعتبر الحاضنة لمشاريع الطالبات بعد المعرض. طبعا في نقطة أحب أنوه عليها، إنه إحنا في المعرض كمان بندعم القطاع الثالث، يعني بيشاركوا معانا مثلا زي مراكز الاحياء، جمعيه تراحم اسر السجناء، وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، جامعات جده، بعض بندعو جميع جامعات محافظه جده للمشاركه، وبيشاركوا مننا بعض بيشاركوا بعض الجامعات، وهذا العام في 6 جامعات مشاركه. طيب يعني دكتوره اروى، هل يترافق هذا المعرض مع دورات او ورش عمل لتشجيع البنات لدعمهم اكثر؟ صحيح، بيكون في ورش عمل مصاحبه سواء كانت حرفيه، القط العسيري ادسم على الو ورقه علميه ايوه مع السامع حضرتك. ففي ورش حرفيه ورش يعني مهنيه بتكون موجوده مصاحبه للمعرض. جميل. طيب من متابعتكم يعني فين شفتوا اكثر الجوانب اللي تشكل تحدي في مثل هذه المشاريع؟ طبعا هو الخروج بعدين لسوق العمل كيف بيكون، يعني اكيد الطالبه الجامعه بتحتضنها من جميع الجوانب، لكن سوق العمل بيكون العمل فيه يعني او الاحتكاك فيه بيكون اصعب بالنسبه للطالبه. واعتقد هذه رحله طبيعيه، يعني انه لازم يمر بفترات مختلفة في صعوبتها وسهولتها. فإحنا يعني ميزة الجامعة هي تحتضن الطالب وتأهلها من إلى، لكن هي بمهاراتها هذه بشخصيتها هي تقدر تواجه الحياة الواقعية خارج الجامعة. يعني ما شاء الله تبارك الله، نحن شفنا الكثير من المشاريع الناجحة والمتميزة في هذا المعرض بنسخة 15، وكثير من البنات أيضا متحمسين لفكرة أن كل واحدة تملك مشروع خاص فيها، وأيضا فخورة بهذا الشيء. ولكن مثل هذه الأفكار كيف يتم التعامل معها مستقبلا؟ طبعا في صنع عددي ممكن الطالبة تشارك أكثر من مرة، يعني السنة هذه ممكن تشارك السنة القادمة على شرط إنه هي تحسن منتجها وتزيد منتج آخر. فما يضمن لها مهما كان إنه هي منتجها بجودة عالية إنه هي تشارك في معارض أخرى، لأنه هنا بنحفز التفكير الإبداعي، بنحفز عندها التطوير، إنه في كل نسخة لازم هي تضيف لمنتجها، تضيف لمشروعها بشكل عام إضافة مختلفة. وهذا بيقوم فيه كمان لجنة تطوير المشاريع بتعمل على هذا. فإحنا يعني بنحاول إنه إحنا ما نضيع الفرصة لا لينا ولا على الطالبات في إنه هم يستثمروا مهاراتهم وقدراتهم، وإحنا كمان يعني نستفيد من هذه الخبرات ومن هذه المهارات المتميزة. جميل. أخيرا دكتورة أروى، نقدر نقول إن الدعوة متاحة للجميع، كل شخص حاب إنه يزور معرض صنع بيدي يقدر يجيه، وإلى متى راح يكون المعرض؟
آخر يوم الخميس إن شاء الله، اليوم عوائل لين الساعة 9 بالمساء، وبكرة وبعده إن شاء الله حيكون يعني للسيدات إلى إن شاء الله الخميس الساعة 9 إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك دكتورة أروى، ويعطيكم ألف عافية، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم مشاهدينا، مكملين معاكم، وبعد الفاصل سكر وسكر، مشروع يعطي للمرينج شكل آخر.